من اعتدى على ولي من أولياء الله أصابه ما يصيب. وأعظم أولياء الله رسل الله وأنبياء الله، هؤلاء أعظم أولياء الله، فمن اعتدى عليهم ولو بعد مماتهم فلينتظر من الله ما توعد به من أساء إلى ولي من أولياء الله. ولا بد عاجلا أو آجلا، ثم الذين يرونه. يحكي أحد العلماء يقول امرأة صالحة بيتها كان بجوار بيت ملك ظالم، وهذا الملك الظالم أراد أن يتوسع في قصره، فوجد أن بيت هذه المرأة يعني في موقع ما يسمح له بأنه يوسع القصر، فقال للزبانية اهدموا بيتها. فامتثالا لأمره هدموا بيته وهي ما موجودة خارج. فلما جاءت وجدت بيتها ترابا، وهذا الملك لمن ترفع الشكوى وترفع قضيتها؟ لمن؟ لمالك الملك وملك الملوك وجبار السماوات والأرض. قالت يا رب إن هذا هدم بيتي وأنا غائبة، فأين كنت أنت؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله، يقول إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فإنها لترفع على الغمام، ويناديها الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أرسل الله جبريل إلى قصر الملك فضربه ضربة واحدة حتى سوى به الأرض. إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحر.